المصحف لما تدخل طال عمرك الآيات الموجودة مثلا تخبرون في شغلة احنا دائما نسولف فيها، اقول لك ارجع للتفسير، ارجع للتفسير، هذا ما ترجع لأي شيء. تدخل تشوف الآية اللي مثلا هذه الآية ما فهمت معناها، تضغط عليها يطلع لك اكثر من تفسير، وتضغط عليها على اساس انك تقرأها صح وتبي يعني تلفظها صح، تضغط عليها يطلع لك اكثر من قارئ يقرون هذا. يا جماعة تطبيق مجرم. شوف طال عمرك هذا التطبيق، انت من ترفع الشاشه فوق بحط لك اندرويد وبحط لك الاب ستور الموجود، هذا اسمه تدارس القران. لما تدخل هنا مثلا ماني مسجل لا ايميل ولا شيء، اكتب المتابعه كزائر. من ادخل المتابعه كزائر شوف مثلا على سبيل المثال حطيت هنا مثلا الايه الثانيه، الايه الكريمه الثانيه، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. وش معنى لا ريب فيه؟ شوف شنو طالع لك. تبي تفسير، مشاركه، اضافه وقفه، اضغط مثلا هنا تفسير. شوف التفسير، هذا تفسير السعدي يتكلم طال عمرك تفسير كامل عن الآية هذه. شوف الروعة بالتطبيق يا جماعة، تطبيق والله العظيم. الله يكتب أجرهم، الله يكتب أجرهم، والله يكتب أجر كل شخص يساعد في إيصال هذا التطبيق لأي شخص ثاني. تدري ليه؟ هذا أجر عظيم، هذا اللي يسمونه الحسنة الجارية. والله أني جايب لك هدية، يشهد الله علي أنه ما له أي مقابل إلا أنه يكون أو نكون على أجر، وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا العمل. شوف التطبيق هذا قدامك، اقول لك يعني عسى الله ان شاء الله يجرنا ويجركم. شوف الروعه، مثلا التفسير السعدي هذا تغيره، شوف كم تفسير يعني موجود داخل. يعني هذا التطبيق والله العظيم مش يعني يستحق جائزه نوبل للسلام، جائزه نوبل للاسلام. هذه التطابيق والله العظيم المفروض انها او التطبيقات المفروض تكرم والله من اصحاب الشأن الموجودين عندنا. الكلام مو هنا، شوف هذا التفسير اللي تبي تختاره صح؟ مثلا سكر الصفحه، والله تلاوه الايه هذه نفسها ما